وللحديث أكثر حول زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد رضا فرج عضو مجلس الشورى. نرحب بك في نشرة الثامنة. بداية يعني وصف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاتفاقية الشاملة التي وقعها سمو يوم أمس مع وزير الخارجية الأمريكي، وصفها بأنها اتفاقية مفتوحة لانضمام مزيد من الأعضاء وأنها ليست في الجانب العسكري والأمني فحسب، وإنما في مجالات أخرى أيضا. يعني كيف تنظر لهذه الاتفاقية ودورها في تعزيز العلاقات العالمية الجديدة؟ شكرا. أولا مساء الخير. إذا سمحتي أنا ألخص اختصارا للوقت في ثلاث نقاط مهمة. أول شيء، هذه الاتفاقيات أو الاتفاقية المتكاملة جاءت نتيجة العلاقات التاريخية الوطيدة والاحترام المتبادل بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والشواهد على هذه العلاقة الوطيدة كثيرة في البحرين، من المستشفى الإرسالية الأمريكية، مدرسة الرجاء وإلى آخره. النقطة الثانية، أعتقد هذه مجموعة من الاتفاقيات كلها كمنظومة متكاملة مترابطة، يعني تعطي نتيجة تقريبا موحدة لما هو يعني بيوصل أو النتيجة النهائية لها لمصلحة البلدين. وأنا الآن أنظر من ناحية ثانية، ناحية نحن من البحرين، أشوف أن هي متكاملة وتصب في الأهداف الرئيسية لخطة التعافي لمملكة البحرين اللي الحكومة درست ومعتكفة على تنفيذه والعمل على الحصول على نتائج المرجوة منها. نعم. الجانب الثالث، أنا بالنسبة لي أعتقد الاتفاقيات هذه جت نتيجة دراسة يبدو متأنية كثيرا على أساس التأكد من أن كل اتفاقية مكملة للاتفاقية الأخرى، ونتيجة الاتفاقية دي يعني منعكسة على الاتفاقيات الثانية. وأخص بالذكر هنا الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري بالذات، يعني هاي الجانبين. طبعا في جوانب كثيرة، الجوانب الأمنية والجوانب العسكرية والجوانب التكنولوجية، وفي جوانب كثيرة في الاتفاقيات الموجودة. نعم. الجوانب الاقتصادية طبعا نحن والتركيز على سلاسل التوريد من الأمور المهمة الشائكة عالميا الآن، وفي كثير من الدول اللي هي الآن تعاني من شح الموارد أو مواد، سواء كانت غذائية أو مواد أخرى نتيجة السلاسل التوريد. فالاتفاقية اللي تنظر في هالمجال للتأكيد على استمرارية وصول البضائع والمواد إلى المملكة بالذات من الضروريات، وخاصة أن احنا نركز وايد في البحرين الأيام على الأمن الغذائي بجانب الأمور الثانية. الجانب الثاني، الجوانب الاستثمارية الثانية، التركيز على البنية التحتية من الأمور المهمة بالنسبة لنا كلها، وهذه الأمور اللي خطة التعافي الاقتصادي اللي تبنتها الحكومة الرشيدة وتعمل على تنفيذها وتأكد من تنفيذها في نفس الوقت، اللي هي تصب وفي اتجاه توفير حياة كريمة للمواطنين وحياة آمنة ومستقرة في نفس الوقت. فكل هذه الاتفاقيات أعتقد تصب في الأهداف اللي مملكة البحرين وضعت لنفسها في خلال الفترة الماضية، والآن تعمل على هالخطط ذي أو على هالاستراتيجيات للمستقبل. نعم. أو في المستقبل. فبالنسبة حسب نظرتي أنا إن هي اتفاقيات جدا مفيدة وجدا في صالح البحرين، وجت في الوقت وجاية في الوقت، يعني كل الاتفاقيات في الوقت المناسب لنا، لأن احنا الآن قطعنا شوط كبير في خطة التعافي الاقتصادي، والخطط الموضوعة الآن هذه الاتفاقيات تكملها وتساعدها وتساندها في نفس الوقت. نعم. سعادة السيد رضا فرج عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.